الخناقه من امبارح بعد تصريحات سعد المدير الهلالي على الحجاب. الفنانين كتير واراء كتير والسوشيال ميديا مقلوبه. فكره فرضيته او عدم فرضيته ده مش هنتكلم فيه لان طبعا مش مقامه اكيد يعني، بس انت شايفه ان النوع ده من الخناقات يفيد ولا يضر؟ انا شايفه ان في حاجات كتيره قوي 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 اهم من لبس الست بوجه عام ممكن نتكلم فيها. الدنيا يعني الناس فقدت ايمانها او مش ايمانها، فقدت يعني فكره ان هم يبقوا حاسين بالناس وحاسين بوجود ربنا وقد ايه ربنا. يعني مثلا احنا عندنا الانتحار زايد جدا، في احباط. فالنهارده كان في واحده بتقول في مفيش ايمان. هو مش مفيش ايمان، هو بقت الناس بتاخد الدين من وجهه نظري بشكل من بره اكتر. يعني ما حدش احنا مش فاهمينه قوي، علشان فيعني احنا عندنا نسبه سرقه عاليه جدا وعندنا ناس بتعمل تحرش عاليه جدا. يعني تعالوا قصدي نتكلم في الحاجات المؤذيه اللي بتؤذي الناس اكتر من ما احنا شغلين نفسنا بالقضايا التانية. انا ما بقولش ما نتكلمش فيها، وانا مش هعلق على الحجاب سواء كان فرد او لا. اذا كان اصلا يعني شيخ الازهر في المشيخة الازهر يعني في ناس معه وناس ضد، فمش انا اللي هقول رايي. انا مش هقول رايي، انا بس كل اللي بقوله انا نفسي يبقى في خناقه حقيقيه على حاجات اكبر بكتير، على 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 الاخلاقيات والانسانيات. انا نفسي الناس تبقى بني ادمين اكتر. يعني بس اكتر عيب الناس بقى مسيطر عليها دلوقتي وبيزيك انت شخصيا؟ والله ما حدش بيفلتر كلامه. يعني السوشيال ميديا اي حد بيرفع كلمه ومش مهم الكلمه دي هتوجع قد ايه. انا بقدم محتوى كوميدي، انا عمري ما كان قصدي اذي حد نفسيا، بالعكس انا بحاول افرح الناس واهزر. وانا بحس ان انا ربنا مديني حاجه زياده ان انا دمي خفيف على قلب الناس، فبستغلها ان انا بحب اعمل فيديوهات واهزر. بس في ناس ما بتفهمش الهزار فبتقول كلام جارح قوي، فانا دي اكتر حاجه ممكن تكون بتاذيني بشكل مباشر. يعني بتتعاملي ازاي معاهم؟ وهل بيأثر عليكي نفسيا ولا بتحاولي تعدي كل ده؟ بيأثر عليا نفسيا وبحاول اعديه في نفس الوقت حسب المود. ساعات يبقى ابقى داون قوي فاقرا حاجه توجعني قوي، وساعات ابقى فرفشه قوي فشفت حاجه في امي. جنبك ايه جديد بقى الفتره اللي جايه؟ عندك ايه جديد الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ لسه مفيش اي حاجه. رمضان بعد ما خلص فالدنيا مريحه جدا، بس انا وعز شهوان يعني احنا شغالين في البروجكت بتاعنا، احنا بنغني ونعمل المزيكا وداخلين بنعمل اغاني تانية، وقربنا ننزل لايف ان شاء الله. فعلا ان شاء الله رد فعل الناس كمان على التجربه دي معاك لذيذه جدا. انا مبسوطه بيها وهو مبسوط بيها، واحنا الاثنين عندنا باشن جامد قوي قوي قوي، وعندنا يعني في شغف عالي قوي قوي، وعندنا طموح كبير انه احنا ان شاء الله نقدم حاجه مختلفه، لان ما فيش ولد وبنت بيغنوا كباند مؤخرا. والقضايا او الاغاني اللي بنغنيها حاجه شبه شبيكارو فؤاد مهندس شويه، فالتايب ده مش موجود. فاحنا متشجعين قوي ان احنا نقدم نفسنا للناس ونشوف رد فعلهم ايه، والحمد لله السوشيال ميديا بتقول ان رد الفعل طيب حلو. يعني اول حفله سوشيال ميديا او سوري اول حفله اون اير مع الناس هتبقى مش عارفه. احنا عندنا لسه ما خلصتش. يعني انت عشان تنزل مع الناس لازم يبقى عندك عدد دقايق معين يعني من الاغاني، فلسه الليسته ما كملتش. اول ما هتكمل ساعه تقريبا مثلا، فاحنا عشان نقفل الليسته دي قدامنا شويه شغل، بس احنا شغالين قوي لان احنا نفسنا ننزل في الصيف اكيد ان شاء الله. ان شاء الله. مبسوطه اني شفتك.